السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الأولى. اليوم إن شاء الله معانا المحاضرة رقم 6 اللي حنتناول بيها الـ Element of Soil Mechanics أو الـ Properties of Soil Mechanics. تناولنا بالمحاضرة رقم 4 أو المحاضرة رقم 5 الـ Soil Mechanics وشون دي يتكون من الروك وشنو عوامل التجوية أو التعرية اللي حتصير عليه الكيميائية والميكانيكية. اليوم راح نتناول شلون أنا أتعرف على الخواص اللي خاصة بي. تناولنا بالمحاضرة السابقة أحد الأشياء حتى أنا أصنف التربة هو التدرج الحبيبي الخاص بها. اليوم راح نجي نعرف الإندكس بروبرتيز واللي هو مؤشر الخواص، شلون أنا أعرف يعني خواص هذه التربة وأصنفها. عندنا عدة أمور. الإندكس بروبرتيز مين؟ هذا تعريفه مهم. Observable physical and geotechnical characterize with significant influence، مع التأثير المبين أو المباشر على soil behavior، على تصرف التربة. الindex properties يتضمن لك وصف لشنو ذني مطلوبات أيضا soil particle specific gravity moisture content، يعني التدرج الحبيبي الخاص بالتربة، الوزن النوعي، محتوى الرطوبة، كثافة التربة، ترتيب أو consistency of soil يعني شون إنه محتوياتها أو تصنيفها، الشير سترينث مقاومتها للقص، والكولابسنج بلونتلي اند كولابسنج سويل، والسولنج وايضا السولنج الانتفاخ اللي يصير بالتربه، والاكسبانسيف سويل. تمام عيني؟ فاهم ثلاث خواص راح نتناولها بالنسبه لكم معكم كمرحله اولى ضمن الجيولوجي اللي هو الووتر كونتينت ديترمينيشن، لازم نحتاج اوفن دراي ميثود، والسبيسيفيك. تمام، هذا السبيسيفيك الميجرنج والويت اليونت ويت، ان شاء الله راح تتناولهم بالمرحله الثالثه بماده السويل ميكانيك بشكل مفصل ان شاء الله، اللي هي الطرق المقسمه امامكم، الووتر ديسبيسمنت ميثود، البروكتر كومباكشن ميثود، الساند ديسبيسمنت ميثود، والكور كتر ميثود. احنا ان شاء الله بهاي يعني كمرحله اولى راح نركز شلون اني اجد الووتر كونتينت المحتوى المائي الخاص بها. تعتبر هي ابسط طريقه هاي او ابسط مؤشر عن مؤشرات التربة انا راح اعطيكم اياه. هنا نجي عن تحريات التربة، هذا الموضوع هذا مهم. الانفستيكيشن اوف سب سيرفيس سويل، اني حتى اخذ هاي عينة التربة واروح اسوي اجري عليها الفحوصات لازم تنأخذ يعني عندي عدة فحوصات، اما فحوصات تصير مختبرية او فحوصات تصير داخل موقع العمل. هاي الانفستيكيشن اوف سب سيرفيس سويل يعني مو التربة السطحية وإنما التربة تحت السطحية. حقليا شوف هذيش الفحوصات راح نتناولها مختبريا لابورتري، لكن هذا الفحص شنو تنتبه لهاي الكلمة field investigation of subsurface soil in the field number one soil type included اللي يتضمن the standard penetration test SPT with recovery number two a distributed sample الكتريك كوين بنتريشن تيست والبنتريشن تيست، هذني مهمات تقرا لياهن مع حتى لو تكتبهن إليه باللغه العربيه، لكن التسميه هاي الخاصه اريدها باللغه الانجليزيه اللي هي بين قوسين. الكومباكت اوف سويل هاي يجيك مثلا مجرد تعدد لياهن شنو هي مكونات التربه بصوره عامه، اما صلد بارتيكل وليكويد وغاز. تمام، هن ذني ويحتوي على فيجيتيشن او يحتوي على فراغات. تمام عيني، او ممكن ديسولفد ماتيريال مواد ذائبه. فهذا التمثيل مهم اريده من عندك، من اقول لك وذ سكتش الكومباكت اوف سويل ترسم لي اول شيء يعني التمثيل الرئيسي لعينه التربه هو بهذا الشكل، لكن هنا فصلهن، هنا انا اير وكانه هواء او فويد فراغات، هذا الووتر وهاي الحبيبات الصلبه السوليد بارتيكل، فهذا يتقسم هالشكل في اس يعني في سوليد، في دبليو يعني في ووتر، في اي يعني في اير، وكاتبت لك انا هذا اير ووتر وسوليد. تمام، هذا الفي الفي الكلي، الفي ووتر والفي اير شو يسميها يسموه في فويد حجم الفراغات. تمام، هذا الرسم مطلوب، هذا الرسم لا مجرد هيش لك للاطلاع، لكن هذا مطلوب يجيك وذ سكتش. هاي ان شاء الله المحاضره رقم 6 تمت، راح اشرح لكم ان شاء الله المحاضره رقم 7 الفحص الفيزيائي اللي قلنا احنا الوحيد راح ناخذه بالمرحله الاولى اللي هو الووتر كونتينت ديترمينيشن. محاضرتنا لهذا اليوم انتهت، التقيكم بالمحاضره رقم 7، دمتم بامان الله وحفظه.